نوش. سلام، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم فيديو جديده وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ازول فلاكون مرحبا يسوان الله شان انت اسلي كما توالي من وعد غور وانس لا فيديو نيضون تمنى اختينا كون يعجبن مي قبل ما تفضم لا فيديو ياكي وين اختينا عندي توالين خممت لايك لا فيديو اجمع تخلى لي كومونتير اي بيان سور وين يابونينا لا شان اذا عجبت لا فيديو ياكي عاد يخدم ابوني اديانو دي اكتيفي لا كلوش اكاكي وكل ما تنساس لا فيديو اكون داو سور بلاس. قبل ما نبداو الفيديو نحب نرحب كامل المشتركين اللي انضموا للقناه، نقولهم ان شاء الله تعجبكم القناه وتدعمونا اكثر واكثر وهكذا باش تطلع القناه تاعنا وتوصل كامل الناس. اي في غاس طرح فاسويخي ديالنا لاشين دي جديد اسننا مرحبا يسون لاشين لاشين نون ان شاء الله تيمو لاشين اكثر واكثر وتتوعد على زابوني نغا اغناس تزوارا يدنا اسننا اعطيكم صحة يسون ان سافون سيار زيت. وما ننساش المشتركين اللي كانوا في بداية القناة، انتم اللي شجعتونا. وكما تشوفوا هنايا بديت الفيديو هنايا كي كانتي ما تنحي الزريعة تاع الكوبويا ولا القرعة الحمراء هكذا جو بونس يسموها. اذا كيف دعاكم لا فيديو ميتكسي ما زريعة قد تخسيت قاس جمعي وكنت الزوت وهذه الزريعة تخليها يما حتى تجف شوية وتجمعها ومن بعد تغرسها في العام الجاي ان شاء الله. اي زريعة قد صوتي ما قبل ان شاء الله ما يشثف اجي تتقر شوية بعد جمعيت. وتاني هذه لوبيا تاع القبايل كما شفتوا راني شاركت معكم كي نحيناها من البحيرة ونخلي شوية هكذا باش تجف ومن بعد نحو هذوك الحبات اللي يكونوا في الداخل ونجمعوها ونطيبوها مع الكسكس ولا مع البركوكس. اذا تولم لوبيا يعني القبايل نجش طحي زريعة شطح ذا الناس سبايس كسو البركوكس ومن بعد روح ديغاك هكذا باش ننحي لاتيزان ونحينا من قبل وجمعناها. وهذه الخطرة بغيت نشارككم الطريقة اللي نديروها حنايا هكذا نحو الأوراق توعها كل يوم نحو شوية ومن بعد نغسلوها. أمشي كوني دينا ذاكي أساقيا كنت سيناميس نخدمي لاتيزان ذاكي ذاكي توسات كان ذاكي كفرينا أتيد نكس أتنسير ذوك بيات نرى سكسو تتقدر نقوامان لي هذه الكميه اللي نحيتها اليوم وراني نغسلها بيان كوم الفو كما تشوفوا في حدايا اشتقيت بصاصيكي تصير دروك بيان حطات قدروك وتفسرها نخلوها في الكسكاس هكذا باش يروح لها الماء ومن بعد نخلوها تجف مما لازمش نحطوها في الشمس ومن بعد تنفسر الى قرات دي حزيطيش اسكينة تدفن تستقورة جمعمت اتفهمت الشتوى. وهذه التتبيرة الثانية اللي نديروها وما تنساوش تخلو لي جيم بور لا فيديو اذا عجبكم وتاني خلونا بوكو دو كومونتير سو لا فيديو واللي مازال ما اشتركش في القناة يدير اشتراك ويفعل الجرس هكذا باش كي نحطو دي فيديو يوصلوكم اول باول. وهنايا فرشتها فوق الطابلة باش تجف وغدوة من ذاك لقيتها صايي هكذا جفت وراني نجمع فيها اكن مثوالا مذاك في سراخت اسكن كان وفقت تقول جمعت ابري روح اطخم على حاجة خفيفة كان سويسان سو القهوة ومن بعد روح ندير حاجة خفيفة باش نشربو بها الحليب. وهنايا راح نشارك معكم الوصفة سهلة بزاف واقتصادية تاني. نبدأ لكم بالوصفة عندنا 4 بيضات وكأس سكر نخلطوهم مليح بالباتور حتى يولي الخليط بيض هكذا ونزيد عليهم كأس زيت ونخلطهم شويه ونزيد كاس حليب كما تولي مذاقي سخن 4 ملالين الكاس سكر سخن ضغط نبيع ارمي دو على باتنيه تملات ابرا نغسل الكاس نزيد سخن ضغط شويه انا نغسل الكاس يفكي ان سخن ضغط كبيا انا شطح لافاني نغار ما شطح الليم ومن بعد زيد شويه تاع لافاني ولا قشور ليمون كما تحبوا. Thank you.
نزيد زوج كيسان تاع لافارين، ممكن انتوما تجيكم كثر ممكن تجيكم اقل. وتاني واحد الخميرة تاع الحلويات، هيا راح للمقطع. وكما تشوفوا لازم الخليط يجيكم هكذا، ونقسموه على زوج، واحد نديره بالكاكاو والاخر نخليه هكذا. كما تولي مذاقي ابراسين لكيسان لافارين الناسيوث لالوفير شيميك ابرف ضغط كافسين اكل بوليه نخماشي طحن كاكاو وقنيا نجح كافاني. كما تشوفوا هنايا واحد البول درت له ملعقه كبيره تاع كاكاو، الاخر خليته هكذا فاني، ونحط الخليط في المول، ونحط الخليط على شكل طبقات كما تشوفوا معايا. بديت بالفاني وزدت شوكو وزدت فاني وشويه شوكو من الفوق وخلطتهم. كما تسولي مذاقي خما فاني ابارناس شوكو ابارناس فاني اكش طحن شوكو سوفلا سخر ضغطنوك ايوا كنت فاكاكي ريخت دو بابري، ونحطوها في الفرن باش تطيب. وشوفوا كيفاش خرجت، ما شاء الله جات هشيشه في الداخل والمذاق تاعها يهبل. راح نقطعها لكم تشوفوها كيفاش جات من الداخل. اكني كنت نعطي حذاء اتام بيت فاتا قرات فغات تخفيفانت كان شكيت اكنت تسلم بيت فاتا خول نكيني ذا قيت جيخت سامبل ولا شكوية شو سارني انا يهنا يخليتها هكذا سامبل بارك. ونمتتي حذاء مفيدو ساذا خول ديجا ذا قيت سبان بلي تخفيفانت كان، وشوفوها كيفاش جات من الداخل بان خفيفة وهشيشة. ومن بعد يا البنات جا وقت الغداء، درنا حاجة خفيفة بار كيما تشوفوا هنايا السردين، وحطينا شوية تاع العنب والتين والكرموس. كيما تسولي مزاقي في حذايا براي لوان يمشي لي نصبت كان حاجة خفيفة نتلاقي نخمت السردين كش طحن لي فريطة براي اكذ واضل نسرس الاخرية فيك الكرموس. نبغض ثقر على فيديو قيميت كان كون ديني على فيديو نيض ان شاء الله تحذر ميما نون تستثار لايك لا فيديو. وإلى هنا يا ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم للفيديو القادم إن شاء الله. ما تنساوش لايك للفيديو، نتلقى في فيديو جديد إن شاء الله. إن شاء الله تاني نكون خفيفة وظريفة على قلوبكم. إما لبسلامة.